بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن الداتابيز وإزاي إن إحنا ننشئ الداتابيز عندنا بصدد الفريم وورك لارافيل، وهنتكلم عن المايجريشن. طيب، في البداية إحنا هننشئ مشروع جديد عشان نقدر إن إحنا نبدأ من الزيرو، وهنسميه داتابيز. طيب، عشان نقدر ان احنا نفهمكم الداتابيز بالتفصيل بلارافيل، وهنتكلم عن المايجريشن وازاي ان احنا نقدر نستغنى عن البي اتش بي نيتف، ونقدر ان احنا نستخدم الفريم ورك لارافيل بالربط بينه وبين الداتابيز. لان احنا في العادة في البي اتش بي نيتف كنا بنستخدم في الماي سيكوال مثلا، كنا بنستخدم البي اتش بي ادمن، وكنا بندخل عليه ونقدر ان احنا ننشئ الجداول هناك في عن طريق البي اتش بي. لا، هنا بقى في لارافيل عكست الموضوع واتاحت ليك ان انت ممكن تنشئ الجداول من خلال لارافيل من غير ما ترجع على البي اتش بي ماي ادمن، وتنشئ فيها الجداول وكل ده من غير ما ترجع للبي اتش بي ماي ادمن. تمام، كل ده من خلال ايه؟ من خلال لارافيل. ده اللي احنا هنتعرف عليه في موضوع الدرس بتاعنا. طيب، احنا ننشئ مشروع جديد، كومبوزر كريت بروجكت لارافيل سلاش لارافيل، وهنسميه داتابيز. هنعمل له اوبن، اوبن فولدر، ونختار اسم المشروع اللي احنا مسمينه داتابيز، سيلكت فولدر، تمام كده يا جماعة المشروع فتح معانا. طيب، فين المايجريشن بتاعتنا او فين الداتابيس اللي موجودة عندنا في الابليكيشن او في الموقع بتاعنا باستخدام فريم ورك لارافيل؟ هنا دي اسم الملف ده او الفولدر ده خاص بالداتابيس. يبقى انت كده مش حابب ان انت ترجع لماي سيكوال، عادي ممكن ما ترجع لهاش، لان انت دلوقتي ممكن تستخدم الداتابيس من هنا وتنشئ الجداول بدون ما ترجع للبي اتش بي ماي ادمن. كل ممكن تنشئه هنا عن طريق الداتابيس. يبقى هنا نضغط على الداتابيس في موقع المايجريشن، ده الموقع المايجريشن هنا. وفيما بعد ان شاء الله هنتكلم عن السيدر والفاكتوري فيما بعد ان شاء الله. طيب، المايجريشن دي باي ديفولت في لارافيل، او ما بتنزل او ما بتنشئ المشروع بينزل معاك الاربع جداول دول. الاربع جداول دول عبارة عن ايه؟ جدول خاص باليوزر، وجدول خاص بالريسيب بتاع الباسورد، وفيلد جوب جوبز، والكريت بيرسونال اكسس توكن. ده جداول خاصة أو خاصة باليوزر، يعني بتتنشئ مع المشروع باي ديفولت مع لارافيل. طيب، احنا دلوقتي مش رابطين، او ماي سيكوال مش عارفة ان انت او ما فيش علاقة بينها وبين المشروع بتاعك. طيب، لارافيل بتشترط عليك عشان ان انت تنشئ مشروع وتنشئ جداول عن طريق مايجريشن، بتشترط عليك ان انت لازم تربط المشروع بتاعك ب بداتابيس زي مثلا ماي سيكوال او سيكوال لايت او سيكوال سيرفر، عن طريق ان انت بتروح ملف الانف، وفي هنا خانه او مكان خاص بالداتابيس بتاعتك. طبعا هنا اسم الابليكيشن والتفاصيل بتاعته والكلام ده كله. تمام،
ده المكان ده خاص بالداتابيس، وهو بيديك باي ديفولت ماي سيكوال. انت ممكن تغير الداتابيس على حسب اختيارك، ممكن تستخدم سيكوال لايت، ممكن تستخدم، وكل داتابيس اللي انت هتستخدمها لها تفاصيل باستخدامها زي ما هنتكلم في الفيديوهات القادمة. طيب احنا عندنا هنا باي ديفولت في لارافيل بتستخدم ماي سيكوال، الى جانب ان هو بيديك البورت اللي انت هتستخدمه وهيرن المشروع على الهوست ده. و باي ديفولت في لارافيل بتسمي الداتابيس بتاعتك لارافيل. طبعا بتغير اسم المشروع وبتغير اسم الداتابيس من هنا، يعني احنا هنسميها مثلا داتابيس تمام. و باي ديفولت برضو في لارافيل بتديك الروت، الروت ده اللي هو ممكن مكان اليوزر نيم اللي انت ممكن حابب انت تعمل في بي اتش بي ادمن باسورد ويوزر بتسجلهم هنا. لو انت مش حابب فبتسيب الروت وبتدخل عادي على البي اتش بي ماي ادمن. طيب احنا في المحاضرة دي احنا مش هنتكلم مثلا عن كتابة الكود وازاي نربط بين الداتابيس والميجريشن، احنا بس بنعمل مقدمة بس كده بسيطة عن الميجريشن تمام. من بداية من الدروس القادمة ان شاء الله هنبدأ نتعامل مع الميجريشن وازاي ننشئ الجداول ونربطها مع الداتابيس، ولحد ما نوصل ان احنا نعمل علاقات بين الجداول بعضها البعض.